دكتور، هذا التراث الكبير اللي هو بيعبر عن الهوية المصرية، جزء من تاريخ الثقافة المصرية، حاله ايه وايه مصيره مع حضرتك مشروعك المهم، مشروع إقامة وتأسيس مكتبة وأرشيف أمبرتو الأول؟ أولا نعرف المشاهدين يعني اسم المشروع، مين هو أمبرتو الأول؟ أمبرتو الأول ملك إيطاليا، وأمبرتو الأول هو الاسم اللي بتحمله المستشفى الإيطالي في مصر. نعم. وده كمان المستشفى الإيطالي في مصر بما يقدمه من خدمات، وبما كان يقدمه وما زال يقدمه حتى الآن من خدمات طبية لينا هنا في القاهرة. أمبرتو الأول المستشفى بتحمل اسمه، هي اتمضى عقدها يعني عقد التأسيس 1901، لكن افتتحت في ديسمبر 1903، يعني ده بقى لها 120 سنة، يعني أكتر من 121 سنة. فداخل المستشفى طبعا مستشفى يعني جزء من تاريخ مصر، جزء من تاريخ مصر بكل بقى الشخصيات، الأطباء اللي اشتغلوا فيه في الأول، الراهبات اللي هم في راهبات موجودين لغاية النهاردة داخل المستشفى بيقوموا بعملهم، في كنيسة صغيرة جوه المستشفى، ممكن دي برضو حالة فريدة. جوه المستشفى اكتشفنا الكنز ده، اللي هو ان عندنا مجموعة ضخمة من الكتب بتتجاوز 22,000 كتاب، هي من ملكية الجالية الإيطالية في مصر، يعني المصدر بتاعها الجالية تبرعت بيها للجمعية اللي كانت الخيرية. مسؤولة الخيرية المسؤولة عن المستشفى. أيوة، من الجالية تبرع للجمعية الخيرية الإيطالية، فبالتالي هي في ملكية الجمعية وهي داخل المستشفى. لكن الحقيقة بالإضافة للكتب، الكتب فيها حاجات قيمتها عالية جدا. الكتب كلها باللغة الإيطالية أم متعددة اللغات؟ الكتب متعددة اللغات بشكل كبير قوي، تقدري حضرتك تعملي قراءة من فوق على ماذا كان يقرأ الإيطاليون في هذه الفترة المقيمين في مصر. بالظبط، يعني عندي عبري وصيني وعندي لغات يعني أسباني فرنسي بشكل كبير، إنجليزي إيطالي طبعا، عندي لغات متنوعة جدا. وعندي بسبب إن زي ما حضرتك عارفة إن المكتبات اللي هي ليها طابع شخصي بتبقى موجهة، يعني أنا مكتبتي مثلا معظمها أدب إيطالي. نعم، حضرتك حسب إعلام تخصص يعني. بالظبط كده، فلما حضرتك بتتنازلي عنها أو يعني بيتبرع بيها، فتلاقي حضرتك إن المكتبة موجهة بشكل كبير، يعني تلاقي مثلا عندك لو الأطباء اللي متبرعين فتلاقي كتب طب كتيرة، تلاقي مثلا لو مدرسين كتب في المعارف المختلفة، لو ليه اهتمامات بقراءات الأدب هتلاقي أدب كتير، يعني بتلاقي شوية المكتبات الشخصية ليها تمييز يعني معين. الحقيقة هل مثلا في كتب وجدتي من خلال بحث حضرتك في هذه الكتب، وأنا عارفة أن أنت بادية مشروع لتصنيفها والحفاظ عليها، هل في كتب جزء من التراث الإنساني والعالمي يعني وجدتي مثلا كتاب، يعني اذكر لنا اسم كده او يعني مثلا الطبعه الاولى من الف ليله وليله، الطبعه الاولى من الف ليله وليله، الف ليله وليله المترجمه للغه الانجليزيه. دي كانت سنه كام تقريبا؟ يعني مثلا احنا بنتكلم في اوائل مطبوعات 1840، يعني عندي ارقام كده، عندي اول عندي قاموس ايطالي الماني 1875، 1785 دي اقدم حاجه عندي في المكتبه، وده يعني حاجه تعتبر من يعني فعلا اوائل المطبوعات. عندي بقى اعمال ادبيه كتيره، حاجات لبترارك، كتاب ايطاليين كبار، ديفينا كوميديا، الكوميديا الالهيه لدانتا اليجيري، يعني في حاجات طبعات قديمه ومهمه.